تعال تعال انا عندي باي بس خلينا نشتري من الباي هذا احسن. هذا واحد هذا واحد اخذ اخذ الفلوس اخذ الفلوس في واحد ثاني من اللي معاه فلوس وسيم وينه هذا وينه فوق 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 ليش ليش عطنا عطنا فلوس عطنا فلوسك يا وسيم قلت لي فلوس قلت لي فلوسك قلت قلت ما يكفي حط فلوسك يا زيد تعال ما معي ما معي 500 تبيهم اي انا ناقص لي 200 يلا وش فيني اللي فوق هذا وينه اطلع والله ايه هم يبون لود اوت منو معاه منو معاه دروع ولا فلوس خلنا عشان نشتري دروع تعال خذ معي 2300 ايش اشتري دروع زيد خلنا نطلع نمسك خلونا نطلع نمسك ال يسمونها نمسك كيميكال بس خلنا ناخذ البيرك على خدم بابا يلا يا وزان وينهم؟ تعال تعال حبل تعال حبل خلنا نطلع كيميكال في واحد وراك بدر وين وين؟ وراي كان وين بالبايو بالهاربر في واحد برا ها على البحر سنايبر سنايبر دير بالكم يمشون من البايو ها من البايو جايين تحت تحت على تحت زيد زون عندهم زون عندهم انت ضايفني ضايفني باللعبة يا ماجد
enemy team is hunting you. Don't become afraid. Enemy dropping into the AO. يا اخي هذا مكمبر خزان الميه والله ماني عارف انه مكمبر والله كنت شلته شفته شفته enemy precision air strike stay alert allied UAV overhead hunt them down reinforcements are on the way No second chances. Resurgence has been closed. Get to the new safe zone. Gas is closing in. تجمع تجمع يا شباب. هم هم بالبايو والمبنى الصغير اللي قدام البايو. مكاننا احنا مكاننا حلو. بس لو تحصلون ماسك منو معاه بطل غاز مال الزون؟ اعطي فلوس اعطي فلوس وسيم اعطي فلوس ابي اشتري ماسك اعطي فلوس زيد تعال معنا تعال معنا زيد لا تبش تعال معنا يلا جاك جاك صعد لك يا اخوان انا ما عندي دروع هل عنده دروع زياده؟ هاك انا اجيبك انا اجيبك هم ماسكين بايو ترى ها تعال وسيم ارجع لك الدروع احتاج درع واحد بس ما اقدر اسال من هني احشر احشر راح يطلعوا راح يطلعون لا تبشون لا تبشون عليهم باقي واحد باقي كم واحد قاعد ارجع رابعه تسمعون ضدنا واحد ترى بس ها هذا اللي بالجو حينزل بالجو هو انا معي طلقه واحده سنايبر بس ما معي اي شيء ثاني هو واحد بس اللي ضدنا لا لا مو مو بالجو مو بالجو هو زابل هو موجود حطيت لكم عليه علامه يا اخوان دمه تفلى اصلا هو دمه هو وينه ما ندري وينه بس نقطة فشة فشة primary objective complete now time for a drink انا بنزل من تحت في واحد رماني شكله عندكم كسنايبر المفروض انه يطيح ما اخذت اللود صح انا خذيت اللود لا بتلاقيه بالدرجة
ثلاثة ثلاثة في تيم نص تحت تيم قبشين عليكم قيسار 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 انا بجوهم المنور في سكوت بس مع بزن وين وين اللي رماك؟ اقدر اتصرف هنا دولي الباقي ينزلوا خيام تعال 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 خلنا نمسك كنترول يلا ارفع تعال كنترول تعال كنترول اللي بيروح كنترول انا خويا 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 جا خويا جا حنا مكان الزون ها واحد نزل وراكم ورا الخيمة بيت الازرق بيت الازرق عشريني كلها البيت الازرق البيت الازرق واحد سطح ها لا خلكم خلكم ترى انتم بالزون هم راح يجون الحين خلوكم هم راح يطلعون من الزون لا تبشون عليهم المهم يدشون لا بدروع اللي معه بالله قطلي معي واحد تعال بعيد عني ولا قريب تعال بعيد هذا فوق 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 السطح يقدر باك يقدر باك رام احد يعطيني فلوس فوق السطح فوق السطح ايه خذ فلوسي عندي فلوس انا تب خلو خلو راح يجيبهم الزور والله باقي واحد بيت الازرق بس شكله ايش رايك خش عليه خش عليه نقز نقز صار صار يمينك يا اجر ما وين باقي باقي تقريبا واحد يمينك يمينك والله حرام مقطع في البيت في البيت في الشباك خليه يجي خليه يجي لا تبش لا تبش خليه يجي خليه يجي راح يطلع من الزول لا تبش عليه ايه حشرناهم ها السلايد اخذ الابره اخذ الابره السلايد يصير عندك سريع السلايد هو اللي يقوي ال
شو اسمه الابره هي تقوي السلايد، غير هم ما اتوقع فيه.